خليني أبدأ معاك مع الأحداث يمكن السريعة جدا والساخنة جدا على المستوى الاتحاد الأفريقي الكاف بعد إيقاف طبعا أحمد 4 سنين لأسباب طبعا أخلاقية وفساد مالي. إيه بقى اللي بيحصل دلوقتي؟ يعني إيه دلوقتي من بعد هذا الإيقاف؟ إيه اللي بيدور في الاتحاد الأفريقي من دلوقتي لغاية يوم 12 أو 12 مارس أعتقد هو ميعاد الجمعية العمومية لانتخاب رئيس الكاف؟ يعني في البداية هو بالفعل قرار الإيقاف كان متوقع، يعني برضو الحكاية ما كانتش مفاجأة يعني. وكان لها مقدمات، وهو نفسه بعد ما خرج من أحمد بعد ما شفي تماما من فيروس كورونا ساب سلطاته وفقا للائحة للنائب الأول بتاعه اللي هو الكونغولي كونستانتين عماري، هو اللي يدير الكاف ليوم 30 نوفمبر. ده كانت أول خطوة. بعد كده صدر قرار الإيقاف من لجنة الأخلاق في الفيفا علشان يتقال إن هو عنده 3 تهم رئيسية، منها الفساد المالي، منها استغلال منصبه سوء استغلال المنصب، منها قبول الهدايا أو أدرى بقى لأن يعني كمان يا عمر من أوائل الناس فعلا اللي يمكن في أخبار اليوم كان نزلت بعض المستندات وبعض الأوراق اللي بتقول إن في مخالفات مالية بشكل مبالغ فيه في الكاف، يعني ده أنت نزلته من فترة طويلة بالظبط، ده كان من سنتين تقريبا. يمكن هو كان مستند عليه علامات استفهام كتيرة فعلا، هو كان المستند ده يخص تحويلات من الكاف بأمر أحمد لبنك وسيط في بولندا ثم لشركة مالهاش علاقة بكرة القدم أساسا. والحقيقه من يوم نشر المستند ده وهو لم ينفي هذا المستند، يعني لو كان المستند ده غير صحيح كانت نفى تماما في وقتها، وكان نفوك انت كمان، واكيد انا كان هيبقى طبعا هتحاسب لانه مفيش حد يقدر ينشر حاجه غير حقيقيه، بالذات لما تكون حاجه تخص الذمه الماليه. مظبوط. يمكن من وقت نشر المستند ده من المستندات الاساسيه اللي بسببها صدر قرار ايقاف احمد ال5 سنوات كامله عن ممارسه اي نشاط له علاقه بكره القدم سواء على المستوى المحلي او على المستوى الدولي. ده اللي الناس كلها عرفته امبارح. هو النهارده ايه اللي حصل جديد؟ النهارده احمد قعد مع المحامي بتاعه جلسه، ودي كانت اول حاجه يعملها. انا على فكره كلمته امبارح وكلمت احمد امبارح دايركت وسالته قلت له ايه تعليقك على اللي حصل؟ هل عندك رد؟ هل هتستأنف؟ هل هتروح للكاس؟ رد قال لي نو كومنت، مفيش يقول اي تعليق خالص. نفس التعليق اللي بيحصل مع كل واحد بيجي له قرار الايقاف ده يا كابتن هاني، اول هيقول لك لا تعليق لحد ما يروح للمحامي عشان اي كلمه محسوبه عليه بالظبط، لازم يرجع للمحامي بتاعه ويبتدي يشوف هو هيعمل ايه. فهو النهارده فعلا عقد جلسه مع المحامي بتاعه، هيستأنف في الفتره القانونيه ال60 يوم اللي الفيفا اعلنهم، لكن خلاص احمد خارج المشهد الكروي في افريقيا وعلى مستوى العالم 5 سنين وبعد ال5 سنين كمان. فاعتقد ان الموضوع انتهى، لانه كمان بالمناسبه لسه في ملفات تانية مفتوحه تخص احمد الفتره اللي جايه. فده اللي حصل.